إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العلاج. إذن في نظركم شكون في نظركم كيتحمل المسؤولية أو مسؤولية خسارة المنتخب المغربي، وشنو رسالتكم رئيس الجامعة؟ خيبة أمل كبيرة للأسف الشديد. اليوم المغاربة كنا غادي يكونوا فرحانين، اليوم المغاربة خرجوا بالألوف، الشوارع والمقاهي كانت مملوءة عن آخرها، المنازل، الشاشات، عبر الشاشات التلفاز كانوا مملوئين، وكانوا كينتظروا بفارغ الصبر انتصار المنتخب المغربي أمام نظيره المصري. ولكن للأسف الشديد خيبة أمل جديدة، للأسف إخفاقات متتالية للمنتخب الوطني المغربي. للأسف المنتخب اللي ديما ما فرحناش، وللأسف بفضل اللعب وبفضل يعني المستوى ديال اللاعبين دول المستوى للأسف الشديد. إذن شكون في نظركم عفوا كيتحمل المسؤولية ديال الخسارة المنتخب المغربي؟ وشنو الرسالة ديالكم؟ وشنو رسالتكم بطبيعة الحال لرئيس الجامعة؟ أكيد أن المغاربة طالع لهم الدم، أكيد أن المغاربة ما راضيينش بالهزيمة أمام المنتخب المصري. بطبيعة الحال كرة القدم هي هذه، لا تقبل القسم على الاثنين، ولكن لماذا؟ علاش ما كناش نكونوا حنا اللي رابحين بعد ما كنا منتصرين في الجولة الأولى بهدف لصفر عن طريق ضربة الجزاء؟ الجولة الثانية للأسف الشديد قبل تقلبات كما كنقولوا المقابلة، ولينا كنشوفوا منتخب اللي هو ضعيف، منتخب اللي هو ما قادرش أنه يحافظ على النتيجة ديال الشوط الأول. لأن شكون اللي كيتحمل المسؤولية ديال الخسارة ديال المنتخب المغربي؟ أكيد أن المغاربة اليوم بقى فيهم الحال، كاين اللي بكى، كاين اللي حزين، كاين اللي بكى بطبيعة الحال، كاين اللي بقى فيه الحال، واللي كاين اللي وصل للدرجة ديالو، كاين اللي وصلت فيه الدرجة للأسف الشديد أنه تجيه سكتة قلبية ومات وتوفى، على حساب ما قرينا وعلى حساب ما سمعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كاين اللي وصلت به للأسف أنه جاته سكتة قلبية ومات بسبب المنتخب، بسبب الهزيمة اللي تلقاها المنتخب أمام نظيره المصري. أكيد اليوم لو كانت أهل المنتخب كان غادي يمشي نصف النهاية، وأكيد أن المغاربة كانوا غادي يحتفلوا، لكن معليش كرة القدم بطبيعة الحال هي هذه، لا تقبل القسمة على اثنين، بل بالعكس واحد هو اللي خصو يكون منتصر. ألف مبروك، بدون أنكم نوجهوا أحلى تهاني وتبريكات الشعب المصري الشقيق، هنيئا لكم بهذا الفوز، وتستحقوا بطبيعة الحال لأنكم لعبتوا ودافعتوا على القميص الوطني المصري. إذن شكون في نظركم كيتحمل المسؤولية ديال خسارة المنتخب المغربي؟ شنو الرسالة ديالكم لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع؟ شنو تبغي تقول له؟ أكيد أن المغاربة اليوم كنشوفهم كافحوا شعار في الوجه ديال رئيس الجامعة. أغلب التعليقات أغلب مواقع التواصل الاجتماعي وأغلب الكلام اللي دار فكيطالبوا برحيل، كيطالبوا برحيل رئيس الجامعة، لأن يعني إخفاقات متتالية للأسف الشديد. في الوقت اللي كنا كننتظروا ان المنتخب المغربي يقدم مستوى افضل في قمه ديال الكان، اللي قمه عربيه خالصه بين المنتخب المصري والمنتخب المغربي، قمه او النهايه قبل الاوان، ولكن للاسف الشديد ان المنتخب المغربي ما كانش في ديك المستوى المطلوب اللي بغاوه المغاربه. ان المنتخب المغربي محمرش وجه المغاربة، أن المنتخب المغربي يعني المغاربة بطبيعة الحال كامل بقى فيهم الحال، بطبيعة الحال ماشي نهاية العالم،
ماشي نهاية العالم بطبيعة الحال. كاين اللي كيقول اننا كسبنا فريق او كسبنا عفوا المنتخب كسبنا لاعبين، بطبيعة الحال ديما كنقولوا هذا الكلام هادي باننا كسبنا لاعبين كسبنا منتخب كسبنا مدرب، ولكن للاسف خسرنا مقابلة، خسرنا مقابلة التأهل الى نصف النهاية، خسرنا حلم للاسف. المغاربة شحال هادي ما حلموا، المغاربة شحال هادي ما فرحوا، المغاربة شحال هادي ما فرحوا بالكرة، والمغاربة شحال هادي للاسف الشديد ما هزوا الراية المغربية. فرحنا بطبيعة الحال تأهل الى الربع، ولكن الصدمة كانت قوية هي الخسارة ديال المنتخب المغربي في ربع النهاية امام المنتخب المصري. اذا شكون في نظركم كيتحمل المسؤولية ديال الخسارة للمنتخب المغربي؟ اغلب التعليقات كطالب برحيل للاسف اخفاقات متتالية، واغلب التعليقات كما قلت كطالب برحيل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. في نظركم شكون يتحمل مسؤولية الخسارة او خسارة المنتخب اليوم اللي كما شفتو وكما شفنا في المقاهي في الشوارع في الازقة في المنازل، امهات اباء شابات شباب اطفال كلهم كيهتفوا مش اليوم ان شاء الله غادي نربحوا. الكل كان كينتظر بفارغ الصبر الفوز المنتخب المغربي على نظيره المصري. اكيد ان الفرحه كانت في الاول، والمغاربه فرحوا بالهدف ديال التقدم عن طريق ضربه جزاء، المغاربه فرحوا بالهدف ديال التقدم عن طريق ضربه جزاء، ولكن الفرحه للاسف الشديد كاع ما كملت. فرحه اكيد انها كاع ما كملت خلال الشوط الثاني، للاسف الشديد كنا كنتمناو ان الفرحه تكمل وتزيد لقدام، والمغاربه يفرحوا اكثر واكثر، لان المغاربه شحال ما فرحوا، المغاربه شحال ما كما كنقولوا شحال ما رفعوا راس او فرحوا وافتخروا بالمنتخب المغربي. بدون امين حارث لن نفوز بكاس اسمر. الحمد لله الكره هي هذه بطبيعه الحال، المغاربه داروا اللي عليهم لعبوا الكره، ولكن كانوا اخطاء خصنا ندركوا الموقف. هل يونس وحجي ارحلوا؟ اكيد اننا بطبيعه الحال رغم الخساره فوصلنا ربع نهائي ديال الكاس الكاف، ورسالة لخوتنا الجزائريين اللي كتشفاو فينا حنا الحمد لله بفضل اللاعبين بفضل المجهودات ديال الاطر التقنية بفضل العزيمة والاصرار ديال المغاربة، رغم ان الخسارة اليوم ما بقاش فينا الحال، ولكن الحمد لله اننا وصلنا الربع ونهزمنا، وكانت مقابلة مثيرة وكان ديربي ونهاية قبل الاوان. هذه رسالة كنوصلها للجزائرية اللي داخلين كيسبوا فينا وكيعايروا فينا، ما تنساوش راسكم، راكم خرجتوا من دور المجموعات. رئيس الجامعة خصو يمشي في حاله بطبيعة الحال. الحمد لله الدراري دارو ما بالوسع ديالهم، لعبوا تقاتلوا، الكرة بطبيعة الحال هي هادي، جاتنا فرص ضيعنا شي لا طلع. لعبة ما كانوا، كاين اللي كيقول لعبة ما كانوش في الوقت ديالهم، بطبيعة الحال كاين بعض اللاعبين اللي ما كانوش في الوقت ديالهم، كاين لاعبين اللي تقاتلوا وعطاو بكل ما وسعهم، ولكن كرة القدم بطبيعة الحال هي هادي، عملنا أخطاء، ما استغليناش فرص اللي جاونا للاسف الشديد. وهذه رساله للجيران ديالنا اللي كيسبونا وكيعايرونا، الحمد لله المغرب قامتو وقام، المغرب بتاريخ، المغرب كبير عليكم ما تقدوش عليه، الحمد لله المغرب عنده انجازات ديالو، المغرب عنده مشاريع، المغرب
عايش بخير الحمد لله. طبيعة الحال ديما المغرب، وكنتمنى ان المغاربة يدخلوا، حنا ما كنحملوش كنحملو المسؤولية بطبيعة الحال. الإطار والمدرب حتى الجميع بطبيعة الحال كتحمل المسؤولية، واللاعبين كل شيء كيتحمل المسؤولية. إذا شكون في نظركم كيتحمل المسؤولية ديال خسارة المنتخب المغربي، وشنو رسالتكم لرئيس الجامعة؟ كاين اللي كيقول حنا خاوة، بطبيعة الحال حنا خاوة خاوة، ولكن للأسف كاين بعض التعليقات، كاين بعض المحسوبين، نقدروا نقولوا محسوبين على الجزائريين ماشي مشكل، بعض محسوبين على الجزائر أو ما عندهم حتى علاقة بالجزائر، نقدروا نقولوها، نقدروا يكونوا من بوليزاريو، لأن هذا هو الدور ديال البوليزاريو بطبيعة الحال. حنا الحمد لله رغم الخسارة مبقاش فينا الحال، خسرنا في الربع واللي نعتبروها نهاية قبل الأول ديالها بطبيعة الحال مع المنتخب المصري الشقيق الفراعنة، وصلت الأطلس ما كانوش في المستوى بطبيعة الحال، وخسرنا عادي. هذه هي كرة القدم، ما غاديش يبقى فينا الحال، الهم هي ديال شي وحدين اللي خرجوا من المجموعات وكانوا ديال المستوى. الحمد لله البدن موجود بطبيعة الحال، الخير موجود، البدن اللي غلى على المسكين ديما كناكلوه وما بقى والو نوليو نخضرو به. بطبيعة الحال الذباب ديال الكبرانة دخل هنا، ولكن الحمد لله حنا قادين بهم، قادم بهم الحمد لله. والمغرب بلد الخير والخميرة، بلد الأمن والأمان والاستقرار. وهذه هي الكرة بطبيعة الحال، مرة ربح ومرة خسارة بطبيعة الحال. مطيشة رخيصة، تحية للمغاربة. تبعت الحال الله الوطن الملك. إذا متبي الأوفياء لقناة شوف تي في، شكون في نظركم يتحمل المسؤولية ديال خسارة المنتخب المغربي؟ شنو الرسالة ديالكم رئيس الجامعة القجع؟ شنو تبغي تقول له؟ شنو رسالتك ليه؟ أكيد أن المغاربة أغلبية يقولوا له إرحال بطبيعة الحال، ديما المغرب الله الوطن الملك. المطار ينادي بطبيعة الحال، ولكن ما تنساوش انكم سبقتونا للمطار وجيتوا بحالكم. اصلا وقال لك يبان الطياره اللي داتكم كاع ما بقات من ديماريا اصلا. رغم حق الحاقدين عاش الملك. كنشوف بأن بطبيعة الحال كان الحظ بجانب مصر، استحق واستاهل مصر الفوز ديالها بطبيعة الحال، وهنيئا لها.
إذن شكون كيتحمل، شكون في نظركم كيتحمل مسؤولية الخسارة المنتخب المغربي، وشنو هي الرسالة ديالكم لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القضيع؟ أكيد أغلب التعليقات وأغلب المتابعين كيطالبوا بعودة الزاكي بدو الزاكي للمنتخب كمدرب. نتمنى أنه يرجع طبيعة الحال ويذكروا المقابلات الجميلة والرائعة صحبة المدرب بدو الزاكي، أكيد أنها كانت احتفالية وكانت فرح وسرور للمغاربة. بغينا الزاكي بطبيعة الحال، أغلب التعليقات مدرب الزاكي هو وصلينا 2004. الحمد لله المغاربة نعسين ومرتاحين وراضين، الحمد لله المغاربة نعسنا نعسين، وانتم كما كتشوفوا كما كتشاهدوا اغلب الشوارع فهي خالية. الحمد لله المغاربة دخلوا يرتاحوا مع راسهم وينعسوا، هذه هي كرة القدم، مرة الخسارة ومرة الربح. حنا ما كان تأثروش وما كيبقاش فينا الحال الا خسرنا، طبيعة الحال خسرنا، هذه هي كرة القدم، مرة علينا ومرة عليهم. الحمد لله كما كتشاهدوا في المغاربه دخلوا يرتاحوا مع راسهم ودخلوا يتكاو وينعسوا، واكيد هامو البنان. شوف باش عرف البنان عندنا رخيص، هامو البنان، شوف هامو البنان، هامو البنان باش عرف عندنا البنان رخيص. بخير، لاباس عليك، لقيتينا عامل الله دابا بشوف تي في، واغلبيه ديال الجزائريه كيعايروننا. شحال عندنا البنان اخويا هنا؟ 800 درهم. لا غلا على مسكين، كلشي ياخذ. جيب الديب 7 دراهم، ديب 7 دراهم. المنتخب واخا خسر ما بقاش فينا الحال، حنا الحمد لله هذه هي كرة القدم. ما عندنا ما نديرو، سلاك وصافي الغزال. وريهم البنان، كيعامل البنان، شوفوا البنان، جيب البنان، جيب، حيت ما عندهمش البنان. جيب الخير، جيب ولد الخير. شنو تبغي تقول للمغاربة دابا؟ شنو نقول للمغاربة اخي؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال، خسرنا الحمد لله. هذه هي كرة القدم، ما بقاش فينا الحال. عادي اخي، شنديرو اليوم نربحو غدا نخسرو، شنديرو؟ تهلا في الناس، عطي البنان الموجود الخير. انتم كيما شفتوا متبعي الاوفياء لقناه شوف تي في، الحمد لله نشكرو، الله يحفظك. اي صدفه جات والبنان موجود والخير موجود. البنان بغينا غير نوصلوا واحد الرساله للمتبعين والناس اللي حاقدين علينا واللي كارهين على المغرب، الحمد لله المغرب خير وخميره، والبنان عندنا رخيص. الحمد لله بعدا حنا عندنا البنان والبنان رخيص، حنا كاع ما كنتقاتلوا عليه، وماشي وحدين لا شافوا البنان يتصوروا معاه، ما عندهمش اصلا واقيلا البنان، كاع ما لحقهم البنان. صحتك اخويا مكناسي،
درتي الطنجيه ناضيه بصحتك اخويا الساهل اخويا بقناسي. تحيه للمغاربه الحرار، تحيه للمغاربه اللي داخلين. بهاد الحال الكره هي هادي، مره علينا ومره عليهم. ناكلوا البنان بطبيعه الحال منضالين، عندنا رخيص غير الدرهم ولا غلا على مسكين، بعض المرات كتوصل غير الدرهم. معليش الكره القدميه هادي، حنا الحمد لله خرجنا من الربع. الهم شي هم ديال شي وحدين اللي خرجوا من خرج من من دور المجموعات. إذا نرجعوا للموضوع ديالنا بطبيعة الحال، الكلام ديالنا كيدار لهم في القلب. نرجعوا للموضوع ديالنا، إذا شكون في نظركم كيتحمل مسؤولية الخسارة أو خسارة المنتخب المغربي؟ وشنو هي الرسالة ديالكم لرئيس الجامعة؟ بطبيعة الحال حنا ما كنحقدوا على حتى شي واحد، حنا كنبغيو الجميع وما عندنا مشكل مع حتى شي حد. وهنيئا الاخوان ديالنا المصريين بطبيعة الحال، وغادي نساندوا بطبيعة الحال المنتخب المصري كذلك في هذا الكان. إذا شكون في نظركم كيتحمل مسؤولية الخسارة المنتخب المغربي؟ شكون في نظركم كيتحمل مسؤولية ديال الخسارة ديال المنتخب المغربي اليوم؟ شنو الرسالة ديالكم لرئيس الجامعة؟ قالكم ما واخا خرجوا من دور المجموعات مازال ابطال افريقيا كيحلموا بساكن، ما تديوش عليهم اصلا من الجوع. للاسف شفنا مجموعه ديال التعليقات ديال الاخوان الجزائريين. باش نقول لك بطبيعه الحال كنعرفوا الناس ديال الجزائر ناس طيبين ذو اخلاق عاليه، ولكن للاسف الشديد هذو اللي دخلوا عالم اعتقد انهم ما عندهم حتى علاقه بالجزائر، حتى البنان بزاف عليهم. إذا شكون في نظركم كيتحمل المسؤولية ديال خسارة المنتخب المغربي؟ شنو الرسالة ديالكم بطبيعة الحال لرئيس الجامعة؟ شنو تبغي تقول لرئيس الجامعة بهذه الخسارة؟